وزارة الصحة لافتتاح ديال هذا الملتقى الطبي المهم موروكو ميديكال إكسبو 2022 المنعقد بالجديدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله. وزارة الصحة لديها إيمان قوي بأن هذا الملتقى هذا سيساهم ومن خلال الشعار ديالو اللي هو أي قيمة مضافة للشراكة بين القطاع والخاص من أجل تأهيل المنظومة الصحية. إذن وزارة الصحة لديها إيمان قوي بأن هذا الملتقى هذا سيساهم في المشروع الكبير ديال تأهيل المنظومة الصحية خدمة لصحة المواطنات والمواطنين. هذا المعرض اللي كيدار سنوات من نادي الدار البيضاء، هذه السنة ارتئينا باش نعطيوه حلة جديدة، وهذه الحلة غادي تكون بمدينة جديدة وبمنطقة جديدة هي مدينة الجديدة. يعني المنطقة الجديدة اليوم غادي تستقبل إن شاء الله بإذن الله طيلة هذه الأربع أيام واحد ما بين 17 إلى 20 ألف زائر من القطاع الديبي، وهذه بادرة باش إن شاء الله القطاع بعد اولا نعطي واحد القيمه مضافه على مستوى التقنيات وجميع الاجهزه الطبيه الجديده اللي هي موضوعه في السوق، ما كذلك على تنميه الانشطه السياحيه لمدينه الجديده. هذه الدوره كاين 170 عارض من سبع دول، كذلك كاين مبرمجه واحد 120 ندوه علميه، وكنتظروا ان شاء الله باش تكون واحد 17 ألف زائر طيله الاربع ايام من 19 حتى 22 ماي، وكنرحبوا بجميع المهنيين طيله الاربع ايام.